أعلن الكريملين أن طائرتين مسيرتين استهدفتا مبنى الرئاسة الروسي. قال إنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والخدمات الخاصة في الوقت المناسب، تم إحباط الهجوم الذي قال الكريملين إنه كان يستهدف الرئيس فلاديمير بوتين. بعد ذلك منع رئيس بلدية موسكو تحليق المسيرات. ينضم إلينا من هنا في الاستوديو مراسل الحدث في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، أهلا بك معنا هنا في الاستوديو، وأبدأ معك من هذه الصور المتداولة للكريملين على ما يبدو أنه محاولة لاغتيال الرئيس بوتين كما يقول الكريملين. ما هي المعلومات المتاحة حتى الآن حول هذه الصور المتداولة والمعلومات التي جاءت منها؟ مرحبا ضحى مرة ثانية. نعم، يعني هي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الجانب الأوكراني حسب الرواية الروسية الوصول إلى نقاط حساسة في الداخل الروسي، لكن الوضع اليوم مختلف بشكل كلي باعتبار أن هذه الضربات كانت تتجه نحو الكريملين خاصة، وأن يعني هذه المنطقة والكريملين والساحة الحمراء الآن يعيشون أجواء تحضيرية واستعدادية بشكل كبير لاستقبال عيد النصر، وهي مرحلة حساسة بالنسبة لموسكو. هو عرض عسكري في 9 مايو تغلق فيها المناطق بشكل كبير ويتم إجراء فيها تدريبات بشكل واسع. يعني لا يمكن التكهن بوجود بوتين داخل الكريملين، لكن الاعتماد على التصريح الرسمي بأن هذه المحاولات كانت موجهة نحو استهداف الرئيس الروسي هي ثقيلة بشكل كبير اليوم. طبعا المنطقة هناك اليوم هي منطقة عسكرية بشكل كبير، وسائل الدفاع الجوي منتشرة في كل مكان، الأطواق الكمية في موسكو معروفة بشكل كبير. طبعا العديد من المنشآت ومنها العسكرية وزارة الدفاع يعني يقع على أسقفها الكثير من وسائل الدفاع وهذه الأنظمة. لذلك طبعا وصول هذه الدرونات وهذه الطائرات من دون طيارة التي أعلن الكريملين إسقاطها هو شيء غريب نوعا ما باعتبار لأنه حتى الآن هذه التصريحات تأتي من الكريملين، وأنت تتحدث أنه هذه المنطقة محصنة بكل تأكيد بشكل كبير، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم ما يأتي في هذه الصور، تصاعد ألسنة الدخان من فوق الكريملين، تصريحات الكريملين بأنها تتحدث عن مسيرتين تستهدفان الكريملين، تستهدفان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا؟ طبعا إن هذه العملية جرت خلال الليل كما يعني كما تظهر الصور، تم استهداف الطائرات المسيرة وسقوط الشظايا إن كانت من وسائل الدفاع الجوي أو إن كانت من هذه المسيرات. يعني هذا ما يظهر في مقاطع الفيديو التي تم نشرها إما من قبل الكريملين أو من قبل أو على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنها حركة طبعا خطيرة بشكل كبير ضحى، تفهم بأنها يعني هو اختراق أمني. طيب، صح التعبير. أنت تحدثت أنه روسيا موسكو محيط الكريملين يتحضرون لاستقبال عيد النصر، هل سيكون هناك أي تعديل في الخطط فيما يتعلق بالاحتفال بعيد النصر في روسيا؟ طبعا حتى هذه اللحظة الإعلان الرسمي حول عيد النصر هو مستمر. موسكو ذاهبة في التحضير والتجهيز والاستعداد والتدريب على كيفية العرض العسكري. يعني وضح لك أن تتخيلي بأن هذا العرض يضم المدرعات والدبابات والجنود وحاملات يعني الكثير من المعدات الثقيلة إن كانت في الجو من الطائرات والمقاتلات والمروحيات وغير ذلك بالإضافة على الأرض. لذلك طبعا عيد النصر هو شيء أساسي في روسيا، مهما كانت الظروف لابد من الانطلاق ومشاهدة هذا الشيء
حتى يعني في ظروف العملية العسكرية كنا نلاحظ العام الماضي عيد النصر جرى بموعده بكل التحضيرات بكل الاستعدادات، وبالمناسبة طبعا كاميرا الحدث ستكون حاضرة في عيد النصر، سنخرج على ما يبدو ببث مباشر من هناك. أنا سأكون في تلك المنطقة من روسيا، ولكن نستفيد أيضا من وجودك معنا هنا ونتحدث عن مرة جديدة تصريحات الكرملين التي قال بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن في الكرملين وقت وجود هذه المسيرات التي استهدفت الكرملين، بل بالعكس هي بثت صور أيضا له وهو يعمل بشكل طبيعي من مكان آخر. نعم صحيح ضحى، يعني تواجد فلاديمير بوتين داخل الكرملين هو أمر مرتبط يعني بالأمور الدبلوماسية أو باستقبال رئيس أو شخصية رسمية من دول أخرى أو لحفل كبير، لذلك ضحى طبعا بوتين وتواجده داخل الكرملين قد يرتبط بحدث معين، لكن يعني مكتب بوتين لا يقع داخل الكرملين كما يتصور البعض. تسيير أمور الدولة والأمور الشخصية والأمور العامة واجتماعاته عبر الفيديو الكثيرة والطويلة قد لا تجد من داخل الكرملين. أتابع معك هذه النقطة بالتحديد، ولكن دعنا نشاهد سويا هذه الصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يعمل، وهذه الصور كانت بعد استهداف الكرملين بمسيرتين. Ну вот в первую очередь, наверное, сказал бы о особой экономической зоне Кулибин. То есть у нас целый ряд особых экономических режимов создано. То есть это ТАСЭРы, инновационно-научно-технологический центр. Но ОС Кулибин буквально не так давно при поддержке председателя правительства увеличил свою площадь в 10 раз. Производство там, в том числе, кстати, и для нужд специальной военной операции, значит, осуществляется, работают тоже некоторые в 3 смены. Вот в такие производства инвестиции, они, конечно, особо важны. Также мы предполагаем, может быть, небольшие по объему, но инвестиции в создание центра по созданию беспилотных летательных аппаратов и их испытанию беспилотных летательных аппаратов тоже уже сейчас осуществляется. Очень важны инвестиции в химическую промышленность, тоже в Дзержинске, как раз в особой экономической зоне, для множества задач, в том числе гражданской промышленности и обороны. Можно говорить про тенденции в инвестициях, в инвестиционном климате. Еще 5 лет назад мы были на 70-м месте в инвестиционном рейтинге, сейчас на 5-м, то есть 65 позиций. Что вы считаете наиболее интересным из этих инвестиций, предполагающихся и идущих? Ну вот в первую очередь, наверное, сказал бы о особой экономической зоне Кулибин. То есть у нас целый ряд особых экономических режимов создано. То есть это ТАСЭРы, инновационно-научно-технологический центр. Но ОС Кулибин буквально не так давно при поддержке председателя правительства увеличил свою площадь в 10 раз. Производство там, в том числе, кстати, и для нужд специальной военной операции, значит, осуществляется, работают тоже некоторые в 3 смены. Вот в такие производства инвестиции, они, конечно, особо важны. Также мы предполагаем, может быть, небольшие по объему, но инвестиции в создание центра по созданию беспилотных летательных аппаратов и их испытанию беспилотных летательных аппаратов тоже уже сейчас осуществляется. Очень важны инвестиции в химическую промышленность, тоже в Дзержинске, как раз в особой экономической зоне, для множества задач, в том числе гражданской промышленности и оборонной промышленности. هذه صور وزعها بوتين ليقول بأنه يمارس عمله بشكل طبيعي بعد محاولات الاغتيال كما سماها الكرملين. عن ماذا كان يدور هذا الاجتماع؟ يعني هو اجتماع بالشأن الاقتصادي، هذا هو يعني رأس هرم الحكومة الروسية بما يخص مواضيع الاقتصاد. دار الحديث طبعا عن التضخم في روسيا، الإجراءات التي تعمل بها موسكو لإيجاد حلول بديلة للحل طبعا من مسألة التضخم، من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. طبعا تم من الحديث ملاحظة تقديم تقرير للرئيس الروسي الذي طرح طبعا حول أمكانية زيادة الصناعة في روسيا والعودة للصناعات القديمة التي كان الاتحاد السوفيتي يعمل عليها سابقا واليوم قد تعتمد عليها موسكو. طبعا هو اجتماع دوري يقوم بمثله عادة الرئيس الروسي يوميا. الملاحظ هنا أن هذا الاجتماع يعني يكون اليوم هو وجه لوجه، أما اجتماعاته الكثيرة فهي طبعا تمر عبر تقنية الفيديو. هذا هو المكتب ذاته طبعا إن صح التعبير الذي يجلس به فلاديمير بوتين، بصراحة غير معروف من الوضع الأمني إن كان هذا المكتب في الكرملين، لكن طبعا التحليلات والقراءة
السياسيين في البلاد يرون في أن هذا المكتب لا يقع داخل الكرملين. طيب من متابعتك عبد الجواد، أنت تقول بأن هذا الاجتماع بشكل دوري، ولكن هل من المنطقي والطبيعي أن هذا الاجتماع يعقد حتى في ظل من المفترض كما يقول الكرملين محاولة اغتيال الرئيس الروسي من قبل كييف؟ يعني لم تتبدل الاجتماعات إلى اجتماعات سياسية استخباراتية أمنية تتعلق بالوضع الراهن المستجد. ما هو ضحى معروف عن الرئيس الروسي في الداخل الروسي بأنه يعني يجري اجتماعاته في أي وقت، حتى في داخل الطائرات عند سفره يقوم بإجراء اجتماعات. اجتماعات بوتين يعني هي مقررة وهي كثيرة وهي ملموسة داخل البلاد، لكن لابد من لفت الانتباه بأن طبعا معرفة ما ستتجه إليه موسكو اليوم بعد هذه الحادثة قد يكون خطير بشكل كبير. قد نلاحظ تصعيد في العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية. الوضع عندما يصل للحديث والتصريح رسميا من قبل الكرملين بأنها محاولة لاغتيال زعيم الكرملين من قبل كييف، فنحن قد نتجه إلى تصعيد كبير من جديد في العملية العسكرية. قد نلاحظ موجة كبيرة قد تطال كل شيء، يعني بما يخص الشأن العسكري، بما يخص البنية التحتية المتبقية في الأراضي الأوكرانية. لذلك طبعا كل التفاصيل المطروحة الآن على طاولة الحوار، قد يلجأ بوتين للاجتماع مع مجلس الأمن الروسي، خاصة أن وضع البلاد اليوم يعني هي عدة أيام قبل حدوث يعني وحلول عيد النصر في 9 مايو، وهو العرض العسكري الكبير الذي تنتظره موسكو، والذي من خلاله قد يكون بوتين بإيصال رسالة جديدة للغرب حول إمكانية موسكو وامتلاكها للسلاح الحديث في عملية الصراع. نعم، أستفيد أيضا من وجودك معنا بسؤال حول إذا ما كان الكرملين ومنذ بداية هذه الحرب تعرض لهجمات مماثلة بالمسيرات أو بغيرها أو أي مكان في محيط الكرملين في موسكو العاصمة. يعني حسب معرفتي بهذا الموضوع هي الضربة الأولى من هذا يعني في هذا العمق. معظم الضربات كانت تسير عبر مسيرات طائرات من دون طيار تصل إلى الأطواق الأمنية يعني في ضواحي موسكو، وهي تبتعد قرابة من 70 إلى 90 كيلومتر، ويتم إسقاطها في تلك المناطق. موسكو لجأت إلى وضع أنظمة الدفاع الجوي على العديد من المباني، يعني حتى بعض المدارس الكبيرة يعني يوجد على سطحها أنظمة لإسقاط الدرونات الطائرات من دون طيار والصواريخ. وزارة الدفاع، أبنية الحكومة وغيرها من مباني المدينة. لكن يعني الوضع اليوم كما نلاحظ أنه وصل إلى الكرملين، ومقطع الفيديو لا يحتاج للشرح كثيرا. تظهر يعني حطام الطائرة من دون طيار وحطام الصواريخ التي أطلقتها أنظمة الدفاع الجوي تسقط ولا وجود يعني لإصابات أو شيء كما تحدث الكرملين. هذه هي الإحصاءات الرسمية. إذا ما صحت هذه الأخبار كما يتحدث الكرملين والصورة أيضا بأنها كانت محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونحن على بعد أيام من الاحتفال بعيد النصر في روسيا، إذا لم يلغى هذا الاحتفال على الأقل هل تتغير خططه باعتقادك؟ قد تزيد يعني التدقيق الأمني قد يزيد بشكل كبير، قد يتم وضع أنظمة دفاع جوي جديدة، قد يتم مراقبة السماء بشكل أكبر، يعني التجديد الأمني على الشوارع، على المدن، على محيط وضواحي العاصمة الروسية موسكو قد نلاحظه خلال الأيام القادمة. لكن يعني كما يتحدث الشعب الروسي، يعني القوة القائمة على حماية الرئيس بوتين يعني يمكنها فرض واقع. نعم. قد يصل لمزحة أو نكتة يتحدث عنها الروس بأن بوتين يعني الأسرع أن يموت بشكل طبيعي من أن يتم اغتياله في مثل هذه الأحوال. لذلك طبعا قد نشهد تجديد أمني يعني، ونحن الحدث سنلاحظ هذا الشيء بشكل واقعي بحيث نحضر حفل عيد النصر. لكن قبل ذلك هل تتوقع أي تصريحات بيانات رسمية، أم سيكتفي الكرملين فقط بنشر هذه الصور وهذا التصريح المبدئي بأنه تم محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمسيرتين على الكرملين؟ ضحى يعني من عمل أجهزة الأمن الروسية خلال آخر سنتين كما نلاحظه مع العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية. عندما يحدث أي شيء داخل الأراضي الروسية أو في العمق الروسي من سقوط الدرونات، وهو أكثر شيء اعتاد عليه نوعا ما الشعب الروسي، بالرغم من أن هذه الدرونات يعني يمكن عدها على أصابع اليدين، ليس على الكرملين طبعا، لكن موسكو تعمل بسرية كبيرة.
يعني أنقل لك الصورة بشكل واضح، ليس لدى موسكو اليوم أي إشكالية بالتصريح أو الحديث عن أي موضوع، لكن لا تحب اختلاق المواضيع، يعني تحب الحديث بشكل واقعي وبشكل صحيح. موسكو تعمل بسرية كبيرة، لا يمكن معرفة كيف ستكون ردة فعل موسكو إلا عند القيام بالرد. يعني من اجتماع مجلس الأمن لا يمكن الخروج بتصريح واحد حول طريقة رد موسكو. هذا الشيء يمكن ملاحظته فقط عند سقوط الصواريخ في مكان ما على إحدى البنية التحتية في الأراضي الأوكرانية أو عملية عسكرية النوعية في الأراضي الأوكرانية. لذلك طبعا الشيء سري كبير ضحى، لا يمكن سوى التكهن. طبعا سيذهب الكثير من المحللين السياسيين في البلاد للحديث عن ضرورة الرد وتحويل العملية العسكرية إلى حرب حقيقية أكثر من ذلك وغير من هذا الموضوع، لكن كل الأمور حتى هذه اللحظة تشير إلى أن موسكو ذاهبة لمحاولة تهدئة، خاصة أنها هي أيام تفصل الجميع عن عيد النصر وهو عيد مقدس كبير لدى الشعب الروسي، لا يمكنه إلا يعني الاستيقاظ صباحا ومتابعة العرض العسكري على شاشات التلفزيون. دعنا نشاهد مرة أخرى هذا الفيديو للحظة الانفجار جراء استهداف الكرملين بمسيرتين. طيب عبد الجواد، نحن نشاهد معا هذا الفيديو، هذا الفيديو متداول، يقال بأنه للحظة استهداف الكرملين، لكن دعنا نشاهده مرات والأخرى معا، لأنه البعض يعني لا يفهم هذا الفيديو، كيف للعالم مثلا أن لا يتأثر بعد هذا الانفجار، أو ربما هو الفيديو غير كامل والانفجار أيضا يبدو غريب، بأنه لحظة استهداف وإيقاع هذه المسيرة التي كان من المفترض أنها تستهدف الكرملين انتظرت حتى وصلت المسيرة فوق الكرملين. ضحى في البداية يعني هي كاميرا مثبتة كما يظهر من الفيديو، يعني تقع في الساحة الداخلية للكرملين من المشهد كما نلاحظ. طبعا لا يمكن الملاحظة بدقة كبيرة هل كانت الطائرة الدرون تبتعد كثيرا عن العلم في أعلى طبعا منصة المبنى أم هي قريبة بشكل كبير، لكن من لون أن يعني النيران والدخان الذي تصاعد نوعا ما بعد سقوط هذه الطائرة المسيرة، يعني هذا اللون يظهر بشكل واضح عندما تقوم يعني إحدى وسائل الدفاع الجوي بإطلاق صاروخ يعني قد يصيب يعني جسم وهو طائرة درون. طبعا لا نسمع الصوت بشكل جيد، يعني قد يكون الكرملين اتجه نحو إزالة الصوت الأساسي للفيديو، لكن لابد في هذه الحالة من الخبرة من سماع دوي يعني انطلاق الصاروخ ومن ثم انفجار الطائرة الدرون. يعني هذا الشيء كنا نعود، يعني هذا هو أحد الأصوات يجب أن نسمعه مرتين، هذا ما كنا نشاهده ونلاحظه عند عمل أجهزة الدفاع الجوي في المناطق الحدودية المتخمة للأراضي الأوكرانية، إن كانت في بيلغراد أو في روستوف أو في غيرها من المدن بين الأراضي الروسية والأوكرانية. يعني حتى هذه اللحظة لابد من يعني من الذهاب لتحليل هذا الفيديو. طبعا الكثير من المختصين سيقومون بالعمل على هذا الشيء اليوم، لكن أصبحت خبير من متابعتك كل المعارك على الأرض منذ بداية الحرب وحتى الآن. أخي ضحى، لو تعرفي ما شاهدناه طبعا في هذه الأراضي من حروب ومن سقوط صواريخ، ويعني هي أفلام رعب كما يسميها المصور معي أمس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.